اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنجاوب على كل الاسئله اللي احنا بنعمل لها حصر ونفلتر الاسئله اللي احنا جاوبنا عليها قبل كده في حلقات، والنهارده بنجاوب على اسئله كتير تخص البانيه البوفتيك. مع كل ام بتخش المطبخ وخاصه للمبتدئين في المطبخ، لما بتيجي تعمل فراخ بانيه بتفك الخلطه منها اللي هو الكفر الخارجي في قلب الزيت، وتبقى الفراخ طالعه كده يا عيني بريئه. فخلونا نعمل النهارده فراخ بانيه مع صوص طماطم لطيف معتق، يعني ياخد الزعتر ياخد الروزماري ياخد التومه ياخد البصله. معانا النهارده كمان طاجن لسان العصفور هنعمله بالخضار بسله وجزر، يعني بوتاسيوم يعني فيتامين سي. انا دقيق وحريص ان احنا الاكل اللي بنعمله لازم يكون بيحتوي على عناصر غذائيه يستفيد منها كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. ما اعملش اكل مثلا احنا عندنا اولاد صغيرين لا نعمل لهم الحاجات اللطيفه، لا نعمل كبير اكل الاولاد يتبسطوا بيه وكمان يفيدهم وكمان كبار السن. ده مهم جدا من خلال الوجبه بتاعتنا او المنيو بتاعنا. معانا النهارده كمان سيزر سلطه لطيف هنعمله بالخس البلدي. دايما في المطاعم بيعملوه بالخس الكابوتشا اللي احنا عارفينه ده كده، انا اصلا مش بستطعمه، هو شكله حلو او كل حاجه بس الخس البلدي والبلدي يوكل. ازاي اعمله سيزر سلطه مع الدرسنج من المطبخ الفرنسي او الصوص بتاعه، هنشوف نعمله ازاي مع خل التفاح وخل البلسمك، حاجه لطيفه وجميله وخس مفيد مع خل، يعني هيحرك الدم هيساعد على سريان الدم في اجزاء الجسم، مفيد جدا للجهاز القولون، بيساعد على الهضم كمان المشاكل اللي عنده مشاكل مع الامساك. احنا عارفين الخس الخيار الجزر كل الخضار الغني بالالياف مفيد جدا للقولون والمشاكل الامساك. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله، اسئله بنجاوب عليها من خلال السوشيال ميديا او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. هستاذن فريق العمل بتاعنا الجميل مدير السيزر سلطة خس بلدي، وخد تحت كلمة بلدي دي خط من هنا للصين لجزر القمر، خس بلدي مش خس كابوتش. حلو، كل المطاعم بتعمله بالكابوتش، أنا هعمله النهاردة خس بلدي. تعالوا مع بعض نشوف السيزر سلطة بنعملها ازاي. خس بلدي والبلدي يوكل، اتقطع بالشكل ده كده. قاعدة المغذي بتقول ايه واكتبها على باب التلاجة، غسيل الخضار قبل تقطيعه يا حاج علاء مش بعد تقطيعه. الخس والجرجير يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع. معانا خس ومعانا توست، والسلطة هعملها لحضراتكم دلوقتي سريعا، هي خلاص خلصانة. معانا جبنة شيدر او جبنة رومي زي ما انت حابة، او جبنة بارميزان، هي بتتعمل بالجبنة البارميزان الشرايح دي غالية شوية، استخدمي بدالها الرومي. طبعا انا زينت الطبق بالتوست بالشكل ده كده، ارك كده في السفره مخرجنا الجميل المبدع. وادي الجبنه بسيطه، جبنه حلو، خدنا قرار. اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل دلوقتي، احنا دلوقتي يعني خدنا قرار ان الحلقه دي تتذاع يوم الخميس اعاده. احنا عارفين حضراتكم يوم الخميس والجمعه البرنامج بتاعنا اعاده، فدلوقتي جالي خبر يا شيف مغازي احنا هنعيد الحلقه دي يوم الخميس، هما اللي قالوا. في يوم الخميس ان شاء الله هتشوف الحلقه دي مع بعض باذن الله بنفس التفاصيل. اعمل بقى الصوص بتاع سلطه السيزر مع بعض كده، وانا خلصت والله، انا بقى يعني بخلص. زيت زيتون، خل بلسمك او خل تفاح اهو، ما تكتريش. اذا بتحب الخل في ناس بتشربه بس ما انصحش طبعا يتشرب على الريق اهو، والخل كده كده طبعا بيحرق الكوليسترول ومفيد جدا وصحي وكل حاجه. ده زيت زيتون. نصيحه مني بقى، الصوصات بتاعه السلطه اللي هو الدرسنج بتاع السلطه ده يتحط على السلطه واحنا قاعدين على السفره اهو، شويه ملح شويه فلفل صغيرين. حلو الكلام، اغمل انا بقى هنا كده معايا عود روزماري حلو كده، ده التجويد يعني اهو، شفت الجو ده كده اهو. نزل على زيت الزيتون عصره ليمون، شويه مستردة، مستردة برضو اختياري انا شخصيا بحبها، بحب استخدمها دايما في الاكل، فلما بتيجي الفرصه ان انا استخدمها على طول بستخدمها ما بفكرش،
في الصوصات في الاكل، لان المستردة اللي هي حبوب المستردة مفيدة جدا لتحريك الدم في الاجزاء الدقيقة من الشرايين، هي والجنزبيل. لا انا خلصت اهو، يقلب ده كله مع بعضه والسيزر سلات خلصت. عندك حتتين انشوجة عايزة تحطيهم؟ مش هيقولوا لا. صدر فرخة باقي من حلة ملوخية؟ مش هيقول لا. بس انا بحبها كده، جبنة خس توست. الصلصة خدت لون ازاي؟ اهي شايفين اللون والقوام ده كده. مطبخنا على شاشة القناة الأولى، بساطة سهولة مرونة. طبعا ما ننساش الرؤية والفن والإبداع. بنشوفه كل يوم منين يا مغازي؟ من مسبيرو. We'll be right back.